حقيقة هني النادي أبها على أنه حقق الفوز الثالث. يعني لما أنت تفوز ثلاث مباريات وراء بعض ده مؤشر إيجابي جدا، دليل على أن الأجواء في النادي جيدة، دليل أن المدرب يعمل بشكل جيد، دليل أن انسجام الآن تواجد. أنا أعتقد يعني أنا حقيقة تألمت أنه انهزم الاتحاد اليوم، كنت أتمنى أن الاتحاد يعني يشوفه يعني تقدم شوي للمنافسة أكثر بحكم المستويات اللي قدمها الاتحاد من بداية الدوري حقيقة. وكنت أقول كل الفرق مستوياتها متذبذبة إلا الاتحاد كان ثابت، وكان يعني 11 مباراة لم يعني تلقى أي خسارة، وهذا كان يعني إيجابي بالنسبة للمؤشر إيجابي للاتحاد. لكن يعني الظروف اللي مر عليها مرت في الاتحاد اليوم هي اللي أجبرت يمكن الاتحاد على هذه الخسارة. وأنا أعتقد أن التمركز اللاعب لاعب أبها بالمكان المناسب بين مدافعين كبار يعني في نادي الاتحاد وأمام حارس كبير دائم لقاله الحارس نص الفريق، أنا أعتقد أنه قروهي نص الفريق حقيقة، وقروهي حقيقة مميز بخلاف أن اللي أمام قروهي زياد وطبعا حجازي كانوا من بداية الدوري وهم مميزين تفاهم كبير. اليوم افتقد الاتحاد، أعتقد أنه يمكن أنا الغلطة اللي يعني يمكن غلطها مدرب نادي الاتحاد عدم وجود يعني الأحمدي، يعني حقيقة كان يعني دائما صمام أمان أمام الفريق، ولذلك أنا شاهدته يعني انضغط الفريق بشكل كبير، يمكن خايف أنه يتلقى كارت اللي هو الرابع على أساس أنه يتوقف. لكن بالأول والأخير نقول ألف مبروك لنادي أبها، حظ أوفر نادي الاتحاد، إن شاء الله بإذن الله تعالى يعوضها الاتحاد في الأيام القادمة، ونتمنى لأبها إن شاء الله المزيد من التوفيق. وحقيقة يعني نقول حنا للمجتهدين دائما برافو عليكم على هذا التواصل وهذا العطاء، ونتمنى إن شاء الله لجميع الفرق السعودية التوفيق. طيب.